كل الحبايب، معكم أمال مرة تاني رجعت لكم بوصفة ظريفة للصيف، طريقة عمل الآيس كريم في البيت. عندنا المقادير دي، هنا كوباية حليب اللبن المكثف، وهنا عندنا كريمة الحلويات المقاس العلبة دي. معليش هنفتح العلبة، هنخدها كده، وهنخد كمان الحليب اللبن الحليب معليش الحليب المكثف كله كده، وهنبتدي نخلطهم بالمضرب الكهربائي. هنخلط فيهم وبعدين حوريكم القوام اللي احنا عايزينه. هنا شايفين ده القوام بعد ما ضربناه، ده القوام شايفين اللي عايزينه للايس كريم بتاعنا. عندكم زي ما تحبوا النكهات بتاعت الايس كريم. انا هنا عامله فراوله، جبت فراوله وخلطتها بالخلاط من غير مويه، خلطتها بالمكسر من غير مويه. هنا عندي صوص بتاع شوكولاته، عايزين تعملوا صوص مانجا، عايزين تعملوا فانيليا، اي حاجه انتوا عايزينها للنكهه بتاعت الايس كريم بتاعتكم. هقوم طوالي هقسم عشان انا عايزه الايس كريم بتاعي بنكهتين، بالفراوله وبالشوكولاته. هقسم الخليط كده نص، وهقسم الثاني هنا، تاخدتهم في علب اللي انتوا عايزينها. خلي كله ده، نكمل الكميه هنا. هنا دي انا عايزاه بالشوكولاته، العيال طبعا بيحبوا الشوكولاته، ممكن تسيحوا شوكولاته سايحه، دي شوكولاته سايحه هاخدها كلها كده وهخبطها كده. شوفوا اللون بيكون كيف رهيب، زي الايس كريم الجاهز. انا عايزه اكون فيها حبيبات شوكولاته كده، ده اختياري، انا بحب الايس كريم بتاعي كده بالحبيبات الشوكولاته، فهاخدها كده كلها. شايفين ده الايس كريم بتاع الشوكولاته. هنا النوع الثاني بالفراوله، زي ما قلت لكم دي فراوله مخلوطه من غير مويه كده. كفايه نشوف، شوفوا اللون رهيب كيف. استنى هنا اجيب لي منديل لحظة. هنا كده شوفوا الألوان، تمازج الألوان روعة. فهاخدتهم كده في الفريزر. هنا ده شكل الايس كريم النهائي بتاعنا، أخذ معاي في التلاجة 12 ساعة، ولازم لما تاخدوه في التلاجة تكفلوه، ولما تطلعوه إذا لقيتوه قوي شوية ممكن تخلوه برا يسيح في التلاجة عادي وبعدين تستعملوه. تعالوا نشوفوا عينه، ده بتاع الفراولة، شوفوا ماشي معي كيف ما شاء الله. رهيب. هنا دي بتاع الشوكولاتة، رهيب. ممكن طبعا ناخد اكتر، تاكم من بتاع الفراولة تاني. وممكن هنا لو عايزين اختياري تزينوه كده بصوص الشوكولاتة، ناخد هنا زيادة اللي بيحبوا زيادة، عاوزين تزينوه كمان بشوية شوكولاتة كده، حبيبات شوكولاتة، رهيب ما شاء الله. أو لو عايزين تعملوه تحطوه في الكورني البسكويت بتاع الآيس كريم، طريقة سهلة وجميلة وحلوة، جربوها وإن شاء الله تعجبكم، وتابعوني في فيديو تاني. شكرا لكم.